السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن داود يا الميل بودافه الدنيا ذات كجوكتان كنا سلوا هذا برنامج جديد إنه يعني كفل عن قيمة الني سياستها عالم كعالم الإسلامي غربي يمالك كلا بدل ما أنت نوح إنه كوي ناد دور شذا ذلك تركيا مستقبل كنتيجة ما راح تنمو أنه يسويدين إنه سؤاله دورة وحنو كفر أحسن هاي الشيخنا الشيخ عبد الرحمن بشير إن برنامج ونقوم مرتي هاي سؤالها ما أنت إنه كفى إذا سنة إننا وحكم إذا الدرس كي قلبات كا أي الدرس يين أما يسيس هذا لنا يين دور شدة تركيا كده عدانته يصير أي وهم جوبين سؤالها كلي من سويدين إننا وحكم إذا فإذوين كا لقفى إذا يو رات كا يصامين تا أي كوي لانكرت الدور شداس دل كنا دبده يملك له قارهان دول كينا سؤالها أن كفا إذي سن دوننا وحا كميدا محيطها مهيمة دا انتاس لأك عالم كأودان عالم الإسلامي إيا غربيغا أي أولا دا هاي دار شدان إنها لغوة دا هايو إيا دانين تانتان لأك محال لغو دانين ايا شعب الرحمن كسودو برنامجك الحمد لله صلى الله عليه رسول الله أدبان ودو هاي ورالكي دوليدين شيخنا زاك الله خير وما صدع دي أيو إذا عدد تلفزيون كا raga technique raga shaqeynaya baraka lahu hore maanta idoo yinaa dhigisay inshaa Allah baraka lahu fiik sheekhana sida aan introduction ka ama blog ku sheegayba doorashada dhacday siday u doorseen reer galbeedka bal arintaas ma faahfaahin karnaa okay alhamdulillah salaatu salaamu ala rasuulillahi wa ba'd muddo ku qadaran lix bilood dadka qaar waxay ku qadarayaan sanad galbeedku waxay hadal hayeen in la rido Erdogan iyo xisbigiisa waxaana la hadal hayay in ninkan la tartamaya Kamal Oglu in la soo saaro and galbeedku waxa uu kala baxayaan saddex qolo qolo waa dowlka waxa loo yaqaan dowl camiqa qolona waxa weyn waa warbaahinta qolona waa dadka loo yaqaan bulshada rayidka صدح ذا قلوبا وهذا الهي الرجال بيتك دور شدة ذلك تركيا تركيا وهم مهم وها وضعنا ذا الرجال بيتك كدي مركيا دعى خلافة دي العثمانية وهم الرجال بيتك مهم يقول نقضي ويقول نقضي أشى أي كجرا عن وضعنا ذا مسلم كا ماشي أسي مريان أفكارته تركيا وهم نقضي دولة وعلوس إسلامة قادة النظام كعلمانية وقادة السي متدا وحا لو يقانا العلمانية الشاملة العلمانية دان اي قادتي هاد يجير وحان دادكي ان اوشاقنا نظريات وكاني وداد اللي لحظة عبد الوهاب مصيري ومصري رحمة الله علي ومفكر فيلسوف وحو لحظة علمانية دوال لبنو وعلمانية شاملة اي علمانية جزئية علمانية دا جزئي هو تن آن قوها ينظل كان مرايكاك وحالي لحظة دولة دا دين تكسار فصل الدين عن الدولة وحالك الاسارة هو دولة دي دينتي تشامل كأوحوية وحالك الاسارة يا نرشح أن بلشدة هي الدين وفصل الدين عن الحياة الدين تلقى سارة نرشح فرق يقول حي مهم نقني الله بدن وهو نقني ووحير لكن هو مهم مركز لقى سارة نرشة الدين تا وسيستم كفرنسيس كويا دين لما أركي كرام مال بابا قبل حجاب نص شقتي كرتو لقمتو كان كرام مالها دور دولة هاي نرشة الدين تكوم موقع كرتو دين تو نرشة كم حال ذكرتو دين أردن مركز دين أردن قاران دين تا نلاش إني قش دور سالسلام كله. آه يس. تالي اللي قلية هي دين تي دولة على كلا سارة يا واحد كده تاي دولة دوك ما شقينا سدين لكن دين تو نلاش ما كش قصار إذا. سادرت الكنيسة دو مريكا كا أود وين بلاده نلاش أود كله ده بل واحد رادي ساسي أصلا. يس. المركا يجريز كبا أمريكا سلام تان بقر بورد لاجد بقر يجريز كم لسه قام مجاعبة ودات كوسر يدين تكريستك. بروتستانكا مركا وحال لهذا بقركا راعي الدولة والدين دولتنا يسقى إلى عليا دينتنا يسقى إلى عليا راعي وكلمة دي خليفته وكلمة رصعتها خليفة محل أورنجري والدين والدنيا مسلمين تروحوا هي دينتي يا دنيا دي بقى سقى وحيا دينتي دولة دي بسقى هي رسولك كي هي نيابة عنه صلى الله عليه وسلم أوكي وضعك تركيا وحاك هرقلي النظام كله يقانا العلمانية الشاملة أتا ترك بهرقلي وحي علمانية دي حكومة سي تضباطا سنو كون سقال بقول لباطن يا صدح دي إلا كون سقال بقول يا سقاشن حي
waxay ahayd lagama hadlin diintu inay nolosha soo gasho arbikaan baa lala dagaalami jiray marka waxaa yimid dhalinyaro ilaa iyo boqol nina filosofi wata mufakiriin wata istraatiijiyiin wata fahmay dagaalka dhigay khudo diinta loogu soo celin karo nolosha alla marwan dalka turkigana horumar loo gaadhsiin doono waa lambar two saddex la gaadhsiin karo turkigu inuu xor noqdo afar inuu turkigu ka baxo hoos fadhiga uu noqdo hoggaan shan ugu dambeyn waxaa la dejiyey dhaqaale culus inuu dalkan yeesho si uu u oran karo maya marka uu rabo isagoo aanan maya adag aan oran karin muddada imika soo dhow istraatiijiyaddii markaa waxaa la dejiyey waqtigaas xisbiga arbikaan baa joogay waa laga baxay xisbigan baa la samaystay loo yaqaano cadaaladda iyo horumarka erdogan baa madax ka noqday cabdalla gool iyo rag badanoo ka baxay markii dambe kusoo biiray rag badan baa la waday boqolkaalin bay kamid ahaayeen maxaa markaa dhacay waxaa dhacay waxa la dhahda inqilaab caqliyana maskaxdii baa isbedeshay revolution baa dhacday doorashada maaragtay labaatan sano maanta laga joogo doorasho kastii uu erdogan galo uu guuleysanayay wuxuuna ku guuleysanayay guul weyn ayuu helay marka erdogan markaas markuu saa yimiday waxa weeyaan doorashadaas baa markaa bilaabmatay oo dhacday ilaa iminkay soo socotay markaa dalkan waxaa ka dhacay revolution reer galbeedku markaa waxay dareemeen laba arrimoodu waaweyn inuu turkiga kasoo socdo lumber one waxaa kasoo socda weliba dadka loo yaqaana istraatiijiyiintu waxay arkeen inay kasoo socoto inuu doonayo saddex shay inuu sameeyo turkigu lumber one inuu hogaamiyo adduunka islaamka oo uu kusoo laamo maamulkii adduunka si istraatiijiyaan u sheegi doona maanta arrinta labaad inuu heshiis la galo china iyo ruush heshiiskaas uu la galayana ay noqoto mid istraatiijiya oo uu soo bandhigay ninka la dhahdo alexander dogin ee aabaha fikirka ah ee putin waa tii labaad marasaa arrinta saddexaadii waxa weeyaan in dunida nadariyaad baa jira maanta aan sheegi doono dhahdo nadariyada la dhahda qalbiga dhulka iyo nadariyada la dhahdo darifka dhulka labadaasba ay ishaysataa wuxuu qaatay erdogan nadariyada la dhahdo wadnaha dhulka dadka wadnaha dhulka degan hadday xuruubaan dunida waxay ka qayb galayaan maamulkiisa marka taas inuu kusocda la arkay inuu nadariyadaa qaatay la dhahdo nadariyatu qalbi lardi dhulka qalbigiisa oo makandarn la dhahdo oo marad ingiriisa yaa dejiyey waxaana aada usii fasiray saddex nin oo muslimiina oo dadku inay bartaana xamdaan nin la dhahdo oo masri ah anwar ibraahim nin la dhahdo oo iminka ra-iisul wasaaraha ka ah malaysia yaa kalabaadi waa kaa ninka saddexaadee muslimka ee baasha si fiican u fasiray waa daa-uud oglo ninkan iminka madaxweynaha iskhilaafeen ee dhinaca kala maray isaguna aada buu nadariyadaas u fasiray marka nadariyadaas waxay leedahay ninka adduunka qalbigiisa xakuma wuxuu xakumayaa jasiiradda adduunka dhexda u taalla waxa weyaan waa aasiya iyo oroba iyo afrika ninka aasiya iyo oroba iyo afrika xakumana dunida inteeda kale u xakumaya waa nadariyad ay kaasa marka nadariyadaas buu ku socdaa marka ayay arkeen marka maxaa la samayn bay isweydiiyey waxa dhi waa in ninkan la fashiliyo inta uunan gaadhin meesha uu ku socdo inuu gaadho isagana meeshaas wuxuu filayay inuu gaadho sanadkan labada kun iyo labaatan iyo saddex oo ka dhigan dalka turkiga uga dhigan kun sagaal boqol labaatan iyo saddexdii markii laga saxeexay boqol sano in dibi loo in gacanta lagu hayo dowladda turkiga tiibaa dhammaanaysa maanta waxaa laga yaabaa inay ka laamaan reer galbeedku heshiiskii berya intayna ka laamin waa inuu dowladda kusoo laamay isagu uu qabto uu idhaahdo waa kan waddankii isagoo xora oo usoo noqotay wixiisii oo dhan waxaa la leeyahay labada sane ugu horeysa waxaa soo geli doona turkiga boqol bilyan oo dollar markuu meesha xoreyo meesha meeshii waa meesha madiiqa isku xidha xidhiirhiga isku xidha badda madow iyo badda mitraniga turkiga udhexeeya iyo greega meesha turkiga waxba kuma leeya waxba kama qaado maraakiibtu imanaa way isaraa adduunyada ayaa gacanta ku haysa dhaqaale kama soo galo isagaana le waa dhulkiisa wa ku taalo siyaadadiisii marka way kusoo noqonaysaa boqolkiisa laa dhammaanaysa dagaalku waa dagaal dhaqaale waa dagaal fikir waa dagaal siyaasadeed waa dagaal aragti waxaa meesha maaragtay marka ninka inuu soo laamo ma rabaan
ما اين ربنا مركه تاسي waxay ahayd su'aashu soo dhignayd baahid doorashada naxdisay midalan oo doorasan reer galbeed oo doorasan waxay dhaadeen u dhacaya waxay faafiyeen waxa dhaado waxa la kareystay ilaa iyo toban dadka sameeya maxarada soontaashka tirakoobyada ficil walibsi dhammaantood waxay isku waafaqeen jowlada koobaad markay saa u dhacdo waa laga badinaya أردوغان أردوغان ودعيا وحي مركا الله بلابي حملة إعلامية دقال 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 واربهيم الله بلابي وحوين بريغة دحي دولة القرى الديمقراطي بقول كي بساقاشا سيديتنا وطرقها دولة كلاب ديمقراطي مجرتو وحيدا دان ودولة ديكتاترا وحيكو أكسورين بشار الأسد ودد كيس كلها هو بواوين وقوحوتي كردقاي لح مليون وقف waxay ku aqsawireen putin journal raadoo le point of france ka soo baxay wuxuu qoray après putin waxa ku xiga erdogan ka dagaalku saas loo sawirayay waxa la sawirayay sondaashada waxay sheegayeen inuu heli doono wax ka yar 40 xisbiyisuna inuu heli doono wax ka yar 30 saas ay qoreen tarakoobyadu tabaqaadku saab waha marka waxa lagu talagalayna in dadka gudaha la gilgilo laga nixiyo laga argixiyo maxa kale fay marka odoroskoodi in ay ku hun goobaan oo say rabeen ay noqon weydo maxa kale fay Erdogan caawiyay wax badan ba Erdogan horta caawiyay horta Erdogan een runahaanti wax weeyaan een wadanka wuxuu ka soo qaaday meel aanan oo wadanku u lamid ah dunida kale islaamka maantana wuxuu yahay dal tirsan oo la tirinayo hadalkiisa raayigiisa xoolihiisa la og yahay meel buu uu kaanay ma aha nin boqolkiiba boqol wanaagsan ma aha malag ma aha dadka qaarkood markay akhriyaan Erdogan waxa uu akhriyaa kaanuhu malag muqarrab aw kaanuhu nabiy mursal aw kaanuhu almahdi almuntadhar dadka qaar saas uu akhriyaa inuu yahay mahdigi ilaahay soo diray oo nin islaamka loo soo diro khatar ah iyo akhriyaa waa khatar laakiin waxaad ka dhaafiyaa qaar ruux akhriyaa kaanuhu shaytaanul mudannis inuu yahay shaytaan mida ma dhawto wuxuu lahaa haduu yahay nin islaama wuxuu khamriga uu mamnuuc leeyahay meeshu ka soo qaaday ma garanayo journal francis wuxuu qoray magaalada istanbul waxaa dhici doona habeenka marka ay dhamaato doorashadu shambazi ayaa lagu cabaya dhalinyaradu waxay ku leeyihiin waxaan u nacnay ashuurtii uu ku kordhiyay khamriga رزق وناكسن باكجرا مركا مركا خبر مو وناكسن وطريها اللي سي قلني ضدك يا من شاك شوا لكن خبرك ما وحالو قدو سيئين في عينين نينك عقلي قبضا لا فاهمي نينك مسكع خلاسك عياري وعقولي سكران إلا هو عقو شاك سخرة واسك سخرة ما ينابو كلي لكن هاك واحد رزق حسنا اوكي ويسو عطي شانس مرحلة دو قدو مسافة شتني بولين دينا عنك ليتو سيقونو عودة جينيا واسراتيجية دي شعبيغا أدوك أو خمري عبدا بوها ugu na sigaar habada weeyaan qeejinta maanta waxa ay socdaan dadka khamriga boqolaal kun malaayiin ba ka tagtay oo cabbi jirtay malaayiin ba xijaabtay marka alqudud istaraatiijiye ma garanayaan waxay doonayaan in ama qorto mashruuc ala qaado halka lagu geeyo mustaqbal bilaadan xor weeyaan xaqiiq wadab ku nisa kida marba way salaan hadduu dhamaad ma xasan karta laakiin aqliya meesha loo baahan marka taas ba keensatay in uu guul weyn dadka uu soo qabtay ba la eegay dadkii gariirka ku dhacay inta ugu badan ay u furteen adduunka la maaray dad baabay oo dawladda ku hoosbaabeen kule waa ku soo celinaynaa maxay yale islaam baa la wareystay waxa uu maxaa u dooratay waxay tiri rajahan ka qabo ayaa ka fiican kale ka qabo wuxuu ballan qaaday inuu guri dhisayo oo yiri waxaan ku dhisi doonaa guri marka ka ii dhisi doona guri oo ii soo celin doona iyo mid isaguba guri la'aan degan oo wuxuu sameyn doona garanayn seenu kala doortaa bay jiraa aqli ma ilaahay aqli wuu seetay marka aqli baan ku raaxay tiri ninkan ina yar oo gana yar oo bila xijaab oo maaratay jeep sidata la wareysay xuri maxaad ku dooratay Erdogan
waxay tiri adduunka turkiga dunidu la raaciyay meel kastoo tagna waa nala hadalaya awl waxa manahay bay tiri marka waxaan ku doortay tiri magac ay ku kor u qaadeen dhaqaalahana markii hore ku guuleystay markii dambena dhibaato ka dhacday iminkana waan rajaynaa inay maartay dhibaataasi aan ka baxno marka aniga waxay ila tahay waxyaalada uu ku fashiliyey maaha isaga shicibka turkiga fashiliyey arrinta iya yaa fashilay adii lagu weydiiyo maaha isaga adoon maaha waa shacbiga turkiga wacyigiisa waana sheegi doonaa marka fashiliyey odoroskii reer galbeedka ahaa gartay marka ay maalan soo baxday natiijadii waxay khilaaftay odoroskoodii iyaga maxay samaynayaan marka maadaama hadda waa cusub uu ku baryay oo odoroskoodii saadaashii wixii ay filayeen oo dhan ay siday rabeen aysan noqonin shaqada u taal maxayd maxay samaynayaan joornaalka economist wuxuu yidhi kelmad cajiiba wuxuu yidhi erdogan wuxuu ka adkaaday odoroskaagii oo dhan erdogan markaa carabi ku turjisa waxay noqotay erdogan afshala jamiica tawaqucaati aliclaamiyiina fi lgarb wixii ay ordoseen oo odroseen oo dhan reer galbeedku u fashiliyey erdogan lambarada aynoo sheegi doono akrin doona kowde arrinta labaad joornaal kaleeto oo middle east la idhaahdo wuxuu yidhi si la filay buu u guuleystay laakiin waxaa la filayaa iminka talabaad inuu si raaxale u guuleysanayo iminka si la filay buu u guuleystay buu leeyahay kanina si raaxale ariiciya oo una dhibaato badan ku dhacayn ayuu ku guuleysan doonaa joornaalad markaa waxay akrinayaan iminka waxay moodaa reer galbeedka inuu caqligii usoo laabmayn mid kale wuxuu qoray uu yidhi dagaalka dhacay wuxuu ahaa dagaal dhex maray koox uu hogaaminaya ninka la yidhaahdo erdogan iyo kooxay hogaaminayaan lix nin dadku waxay doorteen buu yidhi dagaal qof hogaaminaya dad badan oo hadhow iskhilaafi doona ayaan dhowd ka hadlayay waxaan yidhi waxaa u dhexeeyay labada nin labada qolo waxaa u dhexeeyay erdogan wuxuu soo bandhigayaa project mashruuc iyaguna waxay soo bandhigayaan mashruuc laakiin labada mashruuc maxay kala yihiin erdogan wuxuu leeyahay mashruucii aan hayn jirnay baan sii wadaynaa waxna waan ku daraynaa iyaguna waxay leeyihin erdogan baan ridaynaa dadku markay isku yimaadiin qof inay ka adkaadaan mithaal baan usoo qaatay mawda ahayn maaragtay mid maaha matala markii ay siyaasadda soomaalida isku yimaadeen ay ka hor yimaadeen odaygii la oran jiray maarata madaxweynihii hore formaajo markay ka hor yimaadeen kulligoogu waxay ku midoobeen hal miis bay wada fadhiisan jireen maanta midna mid lama fadhiya raggii badbaado qaran marka isagiibay eriyeen laakiin maadaa bacda formaajo heshiis kumayna ahayn marka raggani fadhiga lixda ahaa ee markii dambe sideeda noqday oo ay kusoo biireen ninka xukuma mayer ka xukuma ankara iyo meker ka xukuma istanbul baa kusoo biiray sideed bay noqotay waana toban sideed meel waa toban laba nin baa maqan nin waxa weeyaan waxaa maqan nin mukhaabaraada oo reer galbeeda oo la fadhiya laakiin aan soo fadhiisan meesha nina waa goolan isna u fadhiya meesha laakiin ma muuqdo intaas marka toban kaha meesha miiska fadhida ee wada cunaysa cuntada ee ka sheekaysanaysa hadafkoogu waxa weeyaan erdogan ha dhaco markuu dhaco maxaa la yeeli ma qorno waxa ugu fiican ee qoran waxa weeyaan adugu madaxweyneaad noqoni yaa annaguna waxaan noqonaynaa madaxweyneyaal ku-xigayaal dalkan kula xukumaynaa low kaana fiihima aalihatun ila allah lafsadata marka dadku waxay doorteen inuu qof xukumo fikradiisa ay garanayaan oo dadna la taliyaan dadna wata iyo dad hadhowtoo la kala tegi doona sa maantaba bilaabatay oon arki doono way kala doorteen insha allahu tacaala gartay marka su-aasha kale la isweydiin kara waxay tahay iminka doorashadan maxay u leedahay muhiimadda saa ugu weyn ayna ugu leedahay caalam alislaami iyo reer galbeed intuba okay dunida islaamka iyo reer galbeedka soo maa waay muhiimadda intaan leeg ugu leedahay doorashada okay horta marka aan eegno wadanadan reer galbeedka yaan ka bilaabaynaa waxaan ka yara qaadaynaa doorashadu waa local turkiya ka dhacaysaa meel kale kama dhacayso dadka turkiya dibadda joogana way ka qayb galayaan way codaynayaan lambaro waa taas weyaan waan ka sara qaadaynaa waxaan geynaynaa dagaal adduunka ka socda oo intaa ka culus oo dadka caqliga badan un ay la socdaan inta kale aynan arkayn waa dagaalkaas muxuu yahay wakaas markaas dagaalkaas waxa weeyaan
صدح أركتي بقى الدون كان سكوا عيسى تماما أركتي ده كوباد وحا قوري ننك الرادو ماك دينار أو أهنين إنجليسا وحو قوري كون سيديوت بقول أفرطان يتضبا دي إلا كون سيديوت بقول يليحنا نكو دي بكشغيني أركتي ده إنو سياق هاي وهجاجيو أركتي ده وحالة إلى هذا قلب الأرض يا قلب الأرض إنجليش كساسو ما قانو هارتلاند هارتلاند ووضنها الدنيا هارتلاند ويا وحيليهين رجع ونكاسي مدى حكاية هاي وحيليهين دقال قوحو دحمرا هذه يا جير كوة بطة هايستا هي كوة برق هايستا وأركتي ويا أكتام حيلا نقولي دقال كوة بطة هايستا عيدا كبطة مرايخ وجيش قوي هو بقوحو بضيه نيفسك ها روشكا يا تشينو هنا واحد كحوك بدين دولكا يا فرانسيسكا يا وضنا بضنا اسبانيش كو ماركي بدو كحوك بدنا سيقول غلطة ماركا واحد سايس واحد يعني وعيدا كبضة يا عيدا قوة البحر يا قوة البر حالة سكو دير يا ماركا إلا قبصدو قلب الأرض قلبي قد دولكا ماركا لا قبصدنا ما حد عيا وحد قبصني سا جزيرة دولكا جزيرة دولكا نوا هالكي وأفريكا يا آسيا يا أوروبا كارهان و و اورا اسيا اورا اسيا اورا اسي و يوروبي اسي وير افريكا نو لو درا خاصه انت سريسو و لو درا marka inta qadinka qabtay muxuu qabtay dawladda qabsatay maxay qabtay dunida qabtay ninka inta xukuma caalamku xukumaa wa aragti ween harland adland aragti labaad waxa keenay nin raado nikola speakman wa maraykan wey nadariyadaas waxa la dhahdaa iyadana حافة الأرض أفكا عربية ضرف كدولكا ريملاند 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 وعرفته هو دولكا ضرف كيسا نيكا دولكا ضرف كيسا قبصدا إساقا إيمانا يينو أدونكا قبصدا أركتدا سي نيكا سي إساقو وأركتدي كدالتاي إن بضاها الله سوى قبصدا حوغة داد بضاها كلها داهاي دادكو حقي ريسوكو سوى مريا بضوه سوى مريا هذا كعانتكو هيا فكرة دانا وحاكياني نيكا رضا إسبيكمان واتي لبط labada fikradood waxa u dhaxaysa fikrada saddexaad fikrada saddexaad waxay tahay waxa jira dad aan hagan ahayn halkan ahayn adduunka waxa isku diraya waa bari iyo maxa isku diraya galbeed waxa jira dad barina ahayn galbeedna ahayn oo ilaahay meel khatar u dhigay oo dhex dhigay bariga iyo galbeedka dhexdooda waa muslimiinta weeyaan nin u dhashay san gaabuur orada mahbuubani نظريات بوكاني نظريات اوكاني وحويان دادكا قعانتا كوديغا دوني دا مسلنكا ايا دونك حكوميا سيكال قوديغا وحول نيكا آسيا حكوما ادونك حكوميا كتاب بوقري وبيحيي هل يريد الآساياويون التفكير مرابان دادكا ايشي اينا فكرة هداد فكرتين دوني دا وقبسا كريسي مكليا ولذلك تشينه نظرية أبو أبكية نظرية دالي نهضو دوني دا واحا قبانايا مسلمين تا إيا تشينها مسلمين مركا ننكا لنهضو دوكين إيا بوتين أطالية مفكركا بوتين وحكدها دعيي تركيا لصاحب إيران لصاحب شينها لصاحب تشينها وحكدها دعيي تركيا إيران لصاحب كديبنا تشينها لصاحب إيران روشا لصاحب تركيا إيش يروح كده يا إيران مسلمين تبي قال كلمة تلسي سونا يا شيعة ده تشين الله صاحبة روش الله صاحبة إنكم مركب واحد نغنيسين هو فكرة ده سواح إنه قتة فكرة مقبولة أول إبراهيمنا كتاب كيس يوجد به بكو قرآن يكمل ليش يحكم سواح اللي قرأته ما وذيك أرضو قال مركز وقف فكرة فكر كاسبة يا لوكر يا جامعة لها يا المبارستة ذلك تركيا حالا سمعنا يا الله بقولوا إن له شيء سيو أو تركيا تكير وين سواق أخرست وين أضافنا حال كير دموته قرتي وحال لما ذا قلوا وحال هذا ووداد هذا يدتك التركية أي قوميتا طورانيين تا إن أهين متطرف لما ذا وحاجو جل متطرفين ودادنا وحاجو جل حاجو جل قوميتا حاجو جل بحاجو جل لما ذا كيبو كور نحلا ولا بد أن حزبية حكومة تحالف كجمهور ك ما أنت بدي حاجة عن شيء دون برلمانك قرتي ما هذا عمرك أخي في الله أروي بنا عليه وهذا عدي عمرك فكرة ده أوكيان إنك هذا محبوباني ومفكر استراتيجية بين عقليتنا كا دبلوماسي وأمسيه أردوغان وحتى أمسيه داود أغلو
وأمسيه أنور إبراهيم وأمسيه هاي الدكتور حمدان ومصري وأمسيه هاي أذكر هذا الدوغين ألكسندروغين وحاصرنا أمسيه فكرة ده سوى حوير وفكرة ده إبك سعطاءه إن السويدين يو قوة ده هيسكون يعدون وقت دو تبصر لا عشان يتبصر وأيو وقوة عشان إذا سواك عي يقوة الدوغة متحكمة أبسيط مركا مركا أهمية إلى الاستراتيجية أقول هذا هاي عالم كغلبات كتركي هو وطاويا أهمية أولى هذا عالم كإسلام كنا وطاويا الدون كإسلام كو وأمريكي هو الرئيسي أنتو تلفزيون كسوفر يستي جورنال باقري وهو قري إلا يصد حدي يبركي هبيرنمو عالم الإسلام مسيحا وهو إنها كو هي تركيا كل واحد يظهر في الدين وحاله صار صاري لابا بقول يسديت مليان أوقف يا حبين كي دورشات تركيا تنتقب برنامج الجزيرة الدولية واتركوب لابا بقول يزيديتن لابا بقوله مليون يزيديتن مارس يزيديت بقوله لابا بقوله مليون وقف بحرف هذا كبد لما عياره وحال داونا يا مودي أردوغان بس بدعيه نتيجة ده نتيجة لا داونا يا وحاجون وحي قرية رجع كاركود أي ليهين خليفة بقول نقد يوم مسلمتها سأود وصعدان وجعليهين isaguna uu og yahay laakiin italki mala khalifada oo waxa ugu abal gooni kari laha laakiin wuxuu qaban karo qabanaya waa garatay ma kirtay wuxuu yidhi mid iraniya waxaan bixinay anagu hadaan ree iranahay saddon sanadood jufdi qalubta muslimiinta inaan ku qabsanaan doonayna isaguna 20 sano ay qalubta muslimiinta ku qabsadeen qof muslimina oo adduunka joogay oo saaxday uu yaraa habeenimada dadko dhan waxay hor fadhiyeen eelaamka eelaamka ree galbeedka uu sii wada markay doorashadu socoto uu ka amusay inta doorashadu dhicida uu ka hadlay xuk laakiin ma aan inta doorashadu socotay eelaam wajahay inuu yamaarad eelaam laga dambeeyo xurriyad aan haysan ajendale uu ka amusay markay doorashadu dhamaatay imi ka bilaabeen ka hadlaan waxay leeyeen waay kayf sidee iyo waxa dhacay salma filine sad ma ku dhacay shock ya ku dhacay marka oo fikradan radariyadka saddexda ولكن صدح لها وتصدحات أي قاتين يكو تاو محبوب وحبوباني أوضو إيا أو تركيدو أي وضع رجل بيت ونطاسو أركعا وسنترالكا وسنترالكا وطاكيتين أردوغان لفتركي سوي كم مغطا إنو فهنسيني هاي سابتو أحرق وحساري عالم مسلمين تا يا طلب غوضو سوكو هلي لها أوكي سؤالي اللي سوي تيهي وحول لي كان حكومة إيمكا إنو خمسة دوري وضعكا كمال كشان دي روحولي هذا العجيبة وحولي نيك لا تليه يسوع من كمال أوغلي كريم ترتق وجري هذا وحول مرك عن قبته وح مركو بدحينه وقبته نكاري شقد أوجه الرئيس وقبنا يو أوفيرس يا تليفون كأوجه الرئيس ودري دونا بقر كقطر كورن دونا إذا ماذا شلديك عينا ك تركيا فري قطر سعودي أنا صنع ضان الله بق شقد الله بنا قبنا وحي ديارة أساسية بقر ك مدحينها تركيا يبحثوا تركيا أساسي أي ورشد وين أو كردستان تركيا دعيسة أو ليهم كي حتى سمايسا قال قاضو معناها علاقات كوسميان صوعلين هنا ما الله عندك اللي قصوا عيدون الصومالية كمذا وشيء دون قدرك شيء دون ناي تركيا وصورورين هنا مركا أركتيز أسمع لق ولا قطع لوس بيني كري سو وما كأركتيز دونالد ترامب يا aragtida Donald Trump oo raha ciidamada soo celinaya Soomaalida ma Donald Trump isagu u yidhi laakiin dawladda amiga ma aqbalayso yaana jiritaanka Mareykanka waa dibadda weeyaan dadka dhaqaalahan iyo waxaan iyo wax la sameeyaan laakiin Mareykanka awoodiisu awooda uu ku leeyahay dibadda weeyaan wuxuu bedelay istaraatiijiyadka imiga madalan dhulka carabta muslimiinta ka soo baxay buuri laakiin jeena uu ka ahaa arimaha dibadda waxa ka mid bedeli kara madaxweynaha way ka horaysa badanaayeen اسمه بدي شيء ده باستراتيجية ده وحنا ذا الصوابط في عالم السياسة في أمريكا وحرب الضغط سياسة أمريكا كي معيالات الدجانين لبديل كرين محاكم سوام حاكم ده علاقات كريمة دي بدأ سياسة بيتها جونكا هي مخابراتك هي العقدها كريمة أهل التعبان بيقول لها وقفك وحون كتر وناك كتر مو يالي وكهل ذيك إنه كعيالي كرين والله جاي يبقى إنه كان عرقتك إذا هذا هم بديل المنطقة ده المنطقة ده هو جورنو ماشي انا كقول حاجه مركه لغا تشتو اولوياتك يو بديل كره لكن فكرتها استراتيجيه وحا كشقيها هرق بك شقيها كرتي ان كنا قلنا ان تركيا ان واد قحدي ارنتاس لكن ددك بدنكود وحي اد او ايغيان ان ان بلان برده
نمبرادي دورشوين كي اصابة حي اي نتيجة دي سيدي واخرنا سيدي الله اخرن كراي اوان اكسن اوكي هورتا ان و و وحالنا هذا قراءة قراءة الواقع الواقع على اخر يوم وحال نمبرون كاها قراءة الواقع الى اخر يوم وحال نمبرون كاها الصحافه وحي كقرس واقع الى اخر يوم صحافه ما صدح نوع هذه تعمل الطاوله يا هذه تعمل الدريستو يا هذه تعمل الكترونيكا وصدح ميدو ما حي ويوميه دعدوين كي كوسو نقلا سبوردا كان اسمي هلك بوكو سميه ومهم ان ادرس عتادو ما كانت اني وخباريا صحافه لباد وحال هذا وتضبدلي وبدمات اسبوعي اسبوعي وما كان حيكون سو نقلدا وخي دعي سدو ودعي يا نسمي بيكون سو نقلدا تاثير وما حي واسبوعي له متى كلا وحويا وصحافتها المجلات وكلا ماجازينات وكلا اي واحد بارتي معلوماتك لو سو ريو لاخريه معلوماتك لاناليزي زي وين قفك مره او ربا انه واقع اوغادو وانه صدح لها بالله صعدو dadka inta badan la socda wax dhado dhacdooyinka yoomiga baqad waxa ku dhacmaa waxa ku dhaca wax dhado macluumaadka ku bata marka ma akhrin karo ma kala shaandayn karo kama dabatagi karo oo ku wareeraa waxaana culimadu u bixiyeen in madax wareerka aqoonta information ka ku wada wareersa dadka waxa jira shuxul macluumaad afriko kaliyo ma baa helaa macluumaad حماتة كده عيو المحل هذا وضعها ويكويرتها وأكو كاري مجرو لبضع بيقول الحيان لكن وهم مهمة إلا آخره صدق هذا أو هذا صعدة معلوماتك إن إلا إمك أنا هاي إنه أنك هاي إنه ورباه أنت أنك هاي إنه ضدك محل هذا معلومة دربة واحد سمي ضدك كهل سي استاتيكا ويقال عن دربة وحنا لوجا لست دقيقة اللوجا مثلاً وحنا أجينا لبض دورش واحد لبض يصل صار doorashada baarlamaanka iyo waxa ay doorashadii madaxtooyada gartay tii baarlamaanka ku horeeyayna doorashada baarlamaanka waxa ku tartamay afar xisbi afar alliance afar ish mahalada ahzaab gurubyo gurubyaha taxalufaad isbahaysi afar isbahaysi ba ku tartamay dagaalka isbahaysi ku wada hawayaan waa isbahaysiga xisbiga dalka xukuma oo ka kooban laba xisbi oo waaweyn iyo xisbiga yar yar oo ku soo biiray taxalufka xisbigaas waa xisbiga Erdogan leeyahay xisbiga horumarka iyo cadaaladda iyo xisbiga qoomiga oo xisbiga jumhuuriyadda qoomi oo soo xisbi la yaqaano iyo xisbiga waxa ku soo biiray Arbikaro inkiisu asaasay oo islaamiya xisbiga oo kurdiya oo islaamiya adu ilaa iyo lix xisbi waxa loo waxa la dhaadaa taxalufkaasi waxa la dhaadaa حزب حاكم كانت تحالف كيسة جمهور بلا بحال جمهور قولوا ذا اللباط وحي لبحين حزب الحاكم حزب الحاكم بلا بحين ما يواد وحان ربا حزب أحزابته أحزاب الأمة يا رب حين معارضك وذات كم به قامينية مارتين محان كل هذا لا ترتبه يا مدحويلها كرتي اوكي حزب قاسي وعباره جروب قاسي وكا جروب قاسي صدحات وحزب سو كل كلوا يا حزب كلوا هذا حزب اويدين ومتطرفين تاع دلع قوميه واصل كواس اويدين برا اتطرف اويدين كواس اوكي واحد عجيبه سي اكل اهل الفرسيا حزب قا ومامور كيسه هي اردوغان وحي هلين تورشدا افر سغالي افرتن دبيع أفر لحية أفرتنا بقول كيبا معناها كتن وحكو نص باربا كي كل وقت كنتن ويقاتين يا حزبي قانيت لا ترتبي وحي قاتين صدن يشن بقول كيبا حزبي قانيت صدح عادي وحوه لي بقول كيبا طبعا حزبي قانيت أفرانا وحوه لي أو يدو تعالف قاسي بقول كيبا لابو سوو بسوق قاعدين بلا ما بقول كيف تضرب خير ما قال يضرب مكة عدد كيس والله لو قيبنا يا قوة خير ايه كبا حيب ماشا مكة صدها حسب صدها هو رأيها قليسا وانا اوان اخرين لنا سيوحان اخرين لنا استاستيكا حزبي قد دولة حكومة
هرت بارم قال لي بقول لكم سوينا حزب كان تحالف كدولدة إسبايسي كدولدة وهو هلاي لا بقول صدح بقول يلا بيلا باطن يروح عليه معناها وحال هذا أغلبية في عم بوالي أغلبية كل راح يصير واحد كسي أمرين كرا برا مكان وحي ربان أوردن بدون قعدت على تانية صدح بقول يلا يلا باطن حكوا لي عن أغلبية نظام الماجوريتي أغلبية ميعون هذا فرق مريحة ريحة على الله مرة يا مركز تاوي هلينا لكن هو حياب لما كان قال لي واحد ويان حزبك حريتي حزبك عدالتها اي بتعينوا حكومه كلي يسوع علي 266 كرسي كلي يسوع وفنا الله مره اسبايسي كان ادبو كسر و كسر يا اسبايسي كسو هرجيده انت علي هلك وشن يا صدن بقول كبا كالي اسق ولي صدن حزبك كهريا اسبايسي معارض حزبك زاكوريا marka lagu daro xisbiga kaleeto oo baaratay qoomiga ana u xeelay kooy ka turad xisbiga rafaahna u xeelay sharcod ee jididkii cusub ee u sameeyay inankii arbikan faatiy arbikan marka ugu horeysa waxaan arkayna dadka turkigu waxay sameeyeen saddex arimood marka dhanka laga hadlo koow waxay sameeyeen baarlamaanka waxay keereen awoodii hore soo cishin waxa ay sameeyeen ku labo waxay ku guuleysteen inay kuwa u footeeyay mucaaradka dawladda madaxweynaha kala u footeeyay iyo u footeeyay baarlamaanahan dawladda iyadana waa akhris baa baantay qofkii baa labo cod buu bixiyay cod dawladdu siiyay codna mucaaradku siiyay Erdogan uu ka weeciyay wuxuu siiyay ninkan laakiin نكن يهدو دورة هدو طالع هو أخذ زناد واحد زميل هذا قالوا إلى هنا يصير حاجة بودجع وحي أردوغان صوي دسي إن الدمينين بإلهنا يا أود يهك ودسين والله وين هذا صدحات أي سمين تطوى محل تطوى حي سمين أي دورة شطة أي كم موقت وحويان دتك أردوغان سو أروري ودتك هرك يعني وحي كدوين دتك الكل سو أروريين Erdogan wuxuu soo wasiiradii oo dhan oo soo sharaxay dadka hor joogo dhan dadku jeclaayay wax soo qabtay rag cilmi leh rag odayaal ah rag la yaqaan bu meesha ka dhalinyaro dumar marka dadku dad ay u joogsanayaan bu yaa la keenay doorashada dadku marka ma eegayeen oo quraate xisbiga ay waxay eegayeen dadka oo eegayeen akhristaaba laga sameeyay marka maxaa ku jira marka halkan waxaa ku jira xisbiga Erdogan waxay ka badiyeen iyagoo kaligood ah mucaaradkooda markay aliyans yihiin ay isbahaysi yihiin si xoog leh uga badiyeen marka qiraahaas waa arinta kubad weyn arinta labaad ee muhiimka wax weyn adduunka oo dhan markii daraasad la sameeyay dadka doorashada se loo tagay si adduunka loo tagay baa loo tagay si qof aadagtay waa isku khilaafsan yahay laakiin 88.9% yani 90 dadkii inay codayaan ahayd way yimaadeen arintaas waxaa lagu tilmaamay waa codaynta koow bay ka bixay Yurub oo dhan adduunkana laba marka athani fi alcaalam alula fi Yurub ajeeb codaynta dadku marka arintaa markii waa laga hadlisiyay maxaa keenana dhig saddex shay baa keentay iyadna qor number 1 waxaa keentay nujun oo wacyo dadku way bislaadeen wacyina way leeyihiin masiir kooga 5 sano ee soo socota ayaa xakumaya isaga qarar ay qaraarka qaadanaya oday geed hoos fadhiya qaraarka kuma qaadanayo sideedna amba siyaasi yaa meel ku barjeenayo iska qoslaya kuma soo dooranayo qofkaadi kuma talaya adiga qaadanaya oo tagaya walidaalika suwarada cajiibka dadku inay ku noqdaan wax weeyaan islaan naqaskii sida baalkii inay uu sida baalkii naqaskii siinay oo dhaqtar ka soo baxdo imaanay oxygenki oday fooraro oo 9 ka weyn oo socon kara oo codka bixinaya inay yaro 18 jir oo codka bixinaya kulluhum waxay diibeen codkooy waa 900 shicibki dalka Turkiga taas waa kugu waa wacyi madri arinta labaad ee la yiraahdo waxa keenay waxay waa istiqdaamka siyaasiga laba fikradood oo waaweyn baa istiraaya fikrad leh turkigu uu soo noqonayaa adduunkan uu xukumaya iyo fikrad leh war adduunka naga saarinaa iska noolaanay
تذكروا كنا رعسين شعبنا ولي ما عوقنا رعسين سي أدق أردوغان واحد راعي بقولك وكنت واحد كده نكنا واحد راعي بقولك عشان يأفرت واحد كده كذكروا كنا رعسين استقطاب بجرا أريد أصدق حال ومحي وحرية رجل بيتك ديكتاتوري هكذا شيء يحكي بجرا وحرية ديمقراطية 100% جرت ماشان ذاتك وحي قفك وحو دونه إذا عرها أردوغان ستدونه لو عايا لو عبين يا نكو حرية مجرو نكو طابسان هي مجرو دور شادة لفتك هذا ما هن دور شادة بنزية ولكن ماها دور شادة واضح ويا أوكي وحاصل لما حيكي أنتي ذاتك هنا سخوض ريران عضيان وابو ذاتك عضي وطا إن أرينتا مركا هدانو إيمانو هدانو إيمانو وطا أدوك واحد الشيء جاي إنه أفرتن دافي كريم بالقري، إن أنا واحد داوني إلا يشن إذا عدود يعني كان صعودي، حلا صعودي الجزيرة في حوله داوني العربية على بعض العربية قال كان صعودي، حكيت داوني جورنال فرنسيس فان لا فرانس فانتي بادي كاتل هذا أفراطن، يو فرنسيس كجاهد كله، يو إذا عدد سي إن أنت وحكي قرية كشجعان، يعني. إنت أصلا إن إيشا كهي. BBC كل بان لسعودي عربية، محيسو بحي، محيسو بحي، إن أي كوكر صناعين بقول كي بس ديتن إنه أردوغان داعي، بحي جزيرة هاي، حتى عربي وفافينيسي، إنه أردوغان داعي، وحان أخرني مر أي سعودي صدق يكون تنافر يكون تروهري، ودين عكليتنا أي سعودي، نكنا وآدو جوزي وحي فافينيين. إنه أردوغان وهلاي مارتي لبيع فرتن كأنه صعده لحيا فرتن معارضة كمال يقول عربية مرة وقرنت الله يمكن وحلفها فيني الحدث قرر هذا عربية كحرن خليج كلا جليه سووا نساسو فيني مركا ساس بيباش وصعده لكن وحد عاي معجزة هنا في لين وحد عاي وحد عاد مركا اللي إسكوجيو وحا أي معارضة كهلاي لما أنتوا يوحو أردوغان كلي سهلي حكا بضوحو كلي سهلي إنو قادة بقول كيبا كونتون تيلو قمري وحال قعد ليري هاي وحا كدن ناضي سيدا إذا عدا حقار قريان مارة دبع حقا كدن ناضي تطبع قارة دبع صدح سماها لكن تدو سو سهرين قولة مارة كشاقي سادو رشادة أفرتن يسقال دبع مارة كونتون أردوغان بهلي نيكي كوحي جي وحي هلي أفر يا أفرتن دبع سياشن ما حاول رحيس أمركها شنبا أول رحيس من عكرا سكلاون ريكنا لابا مليون شنبا قول يلا باتكو نوقف وكوات كو رحيا ومريح وال وتروين مركا نيكا أوغالي دهدنا وحي هلي شن دبع تضوية طول لنا وكيد اسكابة تقيبا مارتي أنجا وكي كتاكي مركا ما حا دعي ما حا مكا كاخرين أريد المحاكاة أخرينا أريد السنة التي تقع محاكاة أخرينا محاكاة أخرينا هرتا الخاسرون إيه والناجحون إيه خساري إيه النجاحي أخرينا خسارينا وقت استرستيقني صحيح أوكي وحا خساري وقت وحا النجاحي بقول كيو بقول شعبك التركي وقف كي ربان جي كرسي وحتى أردوغان كيدي رالي كمنيهم بقول كيو بقول ساوشي غينيسي إنك الصون جعل الله ساوشي غيسي فرين بودرين فرين بودرين مركز تاسي شعبك التركي هرتا قفوا أوري نجح يا ويان صاحب القول الفصل هذا كيس قاله صاحب السيادة ما ملك شعب كاله أوكي تاسب يسوس بكرن لامبرتو يا نجحي ديمقراطية ده نجح مارتي تركيا والنجاح صدح محن نجحي صدح وحن نجحي حزب هذا تركيا وحقوامين يو أردوغان جمهورية وين نجحين أفر وحاكلون نجحي ونجاح أقول قوليستي دادكي قرير قرعي شان وحا نجحي دادكي قحوتي وماشا قواها وهالكا دوني قاي وقوي ودعيني ويقول رئيان شعب كسوريا أفر مليان يبقلال كن وماشا فرد دا وقحوتي قواها وصومالي بدن يقولي كيف سيدين مركا إتاسي أردن وين نجحين يا خساري مركا لمبروني يا خساري لمبروني وحا خساري إعلامك يا رجال بيتك سمع ديسي لمبرتو حا خساري
miiskii weynaa ee dul fadhiistay ee 10 qof ay fadhiyeen number 3 waxa ka saaray ninka gool dhaaf oo bixiyay milyoona lacag ninka enje ka saaray isaga meesha sabab uu qof saaray laakiin laftakiisu number ko imaaday dad badan number ay filayeen maaha number fiican buu xogaa soo gaaray dhibaato weyn waxa ku dhacay ninkaasi waxa la sameeyay waa la tashwiihiyay tasawiro waxa la soo dhigay qeyn akhlaaqi aan akhlaaq lahayn oo ay ka duubeen mukhabaraat marumma mise waa beewa shaqo kale laakiin mukhabaraatkii marka la daba guray waxay noqdeen in cilaaqo ninka la leeyihiin marka isaga waxa meesha looga saaray wax weeye wuxuu ku biiri waayey miiska waa loogu yeedhay isku biiro wuxuu ku biiri maadaama hebel hebel ay ku jiraan shuruudo xidhay marka taasina waa taas weeyaan arrinta shanaad kuwa khasaaray ee kaleeto wax weeyaan ee khasaaruhu ku yimiday waa dadkii ka shaqeynayay inuu Erdogan dhaco ee dibadda joogay ee milyoonada bixiyay ee gaar ahaan wadanada carabta oo ku faraxsan inuu dhaco waxaa kaloo khasaaray waxa weeyaan dadka ka aan fariirsan inay shucuubta islaamka ay xuroobaan ay doorasho xor sameeyaan dadka raba inuu caalamka islaamiga kama huwa ahaado saamika uu yahay meel dagaal ka socdo ee Liibiya iyo Soomaaliya iyo meel diktaator haysto meel u dhaxaysa in la way waxay naga dhaadhiciyeen salaanta iyo nabadu waxay ku xidhan tahay deganaashaha deganaashu waxay ku xidhan tahay nin diktaator inuu dhaxkumo haddii intaa diidin dagaal baa dhacay ehliya tu saddexaad ma jirto maya dawladda way jirtaa Turkiga meel diktaator la joogin ha dagaal ka socdo horumarna sameeyneysa doorasho ka socoto wuxuu yidhaahdaa in Mareykanka wuxuu qoray mawaamata islaam wal hadasa wad dimuqraatiya ka dhacday islaamkii ilbaxnimadii iyo dimuqraatiyadii beele ama taana ku yihiin heshiisku yihiin turkiga ajiib marka waa kaas oo ka baxay ajiib sheekhana doorashadii ma dhammaan horta waa ogtahay waa socotaa oo qof gaaray waqtigi meeshii laga rabay musharax gaaray ma jiro sidaas daraaddeed doorashadan ku celiska ah ee 28 ama 28 lagu celin doono maxaa la saadaalin karaa oo doraska hadda la odorosayo saadaalinta maxay kula tahay okay horta jazaka allah khair su'aal muhiim ah in waxaan ku akhriyay ma dhawayso joornaalka la yiraahdo middle east imarta east sharq al awsat sharq al awsat waa dhaki waa dhinaca kale ah waa kii isku weena waxay qorayaan Erdogan si wuxuu guulaysanaya aad u fudud raxale raxale waxa uu aan afar arimood number 1 asoo ku koobay waqti dheeraad number 1 maxaa keenay inuu ku guuleysto ninka la dhaahdo Erdogan doorasho soo socota horta farqiga weyn ba isaga ka ku xigay isaga ka dhaxaysa kani inuu shan soo gooyo halka yimaado way adag tahay kani waxa uu ka baahan tahay inuu hal dhibic ku darso marka taasi horta waa lambarka lambarka ayaa sheegaya laba waxaa sheegaya dadka ku xidhan ninka la dhaahdo Erdogan iyo dadka ku xidhan ninka Kamal maarta egester magaysa wadiga yelnaado oglo dadka ku xidhan iyo kan dadka ku xidhan way kala duwan yihiin kan waa koox ku tala ku xidhan isla socota oo laba xisbi ugu weeyeen kana waxaa ku xidhan xisbiyaal ku ujeedooyin kala duwan leh marka dadkani waxay rabaan inay guuleystaan kuwana waxay rabaan inay nin ridaan way kala amal fiican yihiin mid ragul buu wadaa midna nin baa ridaynaa buu leeyahay wala kala rajo fiican yahay ya mucaaradka jibuuti baan ku dhahdaa ka fikirnaa Ismaaciil Magaale ridistiisa iyo waxaad ka fikirteen dadka inay wax u qabataan barnaamij keena marka niyadahooda kala duwan niyaduhu kana waa dhisid midna waa dumid saddex arrinta saddexaad aadka u muhiimka wax weeyaan ninka la dhaahdo Erdogan iyo xisbiga waxa u dhaxay wax weeyaan Erdogan wuxuu wadaa fikrad ah in imika waa la bilaabay dadkii aamusnaa ee doorashada aad tagid boqolkiiba 10 in la soo dhaqaxeeyo la soo kaxeeyo doorashada la keeno shaqadoodii waa la galay laba waxaa la isku diranayaa kuwa iskuwan la fadhiya ayaa ku biiraya halkan imika maxay ugu biirayaan baarlamankiiba lagu xoog badan yahay waxay leeyihin waxaan rabnaa madaxweyne iyo baarlamaan wada socda ma rabnaa madaxweyne iyo baarlaman kala socda waa dhuuto wadanka mushkilad gasha si aan wadanka mushkilad u gelin ninkana soo xilinaynaa baarlamankiisana u haystaa okay afar waxay leeyihin risaaladii uu fahmay Erdogan oo ahayd anna alcamala ahamu min alcilaaqaat alkhaarijiya inaad wadanka shaqo ka abuurtid baa ka muhiimsan inaad dibadda cilaaqo fiican samaysid waa muhiim talagii waa laga muhiimsanyahay risaaladiina waan dirnay wuuna fahmayna imika soo celinaynaa dee
وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا مناطق دي أن متضررك أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا راعين لك أن أنا أقول 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 لك أن أنا وأي قرين جرايدك وحيد هذين المجنسين بصوص عري تذكر الجنسية السيء إلا وتركوب بس من الناس ومين وينو تركوب حضرتهم تذكر الجنسية السيء وإمسا إمسا وراكو صباحي الجنسية السيء بقول يقطع كم وقف بقول يقطع كم وقف معي كين لو بقول لو مليون يشان بقول لو تكون وقف nothing مركا تاوي فافينين لكن تردد ديمك قرتي مركا دارشة مركا إذا ماتوا طبعاً راد نوعيه أيه كوية لانكرتا دلك جذيسة يدبدة بقى دبدة مركان يرهذنا جارهان للكينا يدك كينا أرتب واحد وقتها هي فكرة دا وأنا جيش الحين فكرة دا أردوغان فكرة دا أردوغان ما ندوه عشان حاول حالي أفريقيا الدنيا وحكا قال يا لح مفتاح وحكم دا جيس كأفريقيا وحكم دا صوماليا هاو وكم يدويا ميلها وغطرق لي أدونك إنو كقلو صوماليا كم يدويا لذلك وحايد على تركيه استراتيجية الاتصال بالصومالي أودجي إنو صوماليا لحر أودجي لكن أنكم ما هنا الاستراتيجية الاتصال بتركيا سيانو قفا إذي سنة سيانو قفا إذي سنة دورودا تركيا ما هنا لأن تاسي وحايد نغطوها نيسا سادة حرموت كو إنا أخرنا عقلية تركيا لابا إنا أخرنا إرادة بالحوينها هي دولتي سا صدق إن آخر المحاكاة فايدة سكرة دقالها سياسها يحوغها وكذبنا أن مشروع قينو ومشروع أكتو يبسنو أنا وحانا وحانا مالدو تكفكر المشروع ما كان قال لأنها تلماثة إنه وجده مشروع ثلاثية مشروع أنو بحي صدح حيسا صدح جي سودة وآه تعليتا إيو هرمركة دقالها إي استراتيجية عسكرية إنا صدح ده الشيء وحان وحالوب بحين كرو استراتيجية الكتلة الحرجة استراتيجية الكتلة أدق إن لورطه مركومي قصابه والحينها تركيا وحكومة الصومالية كي الدنيا حكومة أي ولطكتو والله إذا هذا صدح ده شيء بعربنا إن أن إنتاس أو أنصار صارنا وزير كي مك تعلنتو وأن الإسلامي وأن اللي يقارنو إنه إذا هو حنضوي أنصار صارنا وجيران مليون لا مليون أو أرضية الصومالية وحربنا وضنا معينة ولا الظهر تكو ولا بصدح إن نجر جاران استراتيجية سياسية تعليتنا أنا كاله إنك واحد الذي جرجال دول السلام عليه زين بهي العقتها بسال لا نريد منكم جزاء ولا شو ولا تمرة لكن العق وحقف كهل كان كرد اسمه ولا نيا ده أنا توصل يدوكو يدوكو تقال بقولي دونها أنا أنكم ما قلنا هي رتقة هي رقعة ولا سكوت يدونها يد هذا هو حقوق ولا سكوت عبر كوا حاجة قالي وتعليتي متى كريتو استراتيجية دقالها ويان تركيا تجاره وين بوجيرة بقى وين الرياض تصلح ما مالك لك هذا دونا سي علمي وهذا دونا إن شاء الله قرتي وان قريب بقى تاسمع نقول جد حير وضنا ذا وقرن تركيا وضنا ذا مركا بهاي سمينة الله بدن قلوا هذو صوب حني كان معروس سمينة يا الدون كوسكس أورور ليا كاننا معروس سمينة يا الدون كوكفيدا يا سي ميزان له في قول ميزان وش غيره وعوقي هنا تأثير كديبده وكله يين قوة الجرجاليس ولذلك إسقى صدق حد نحدي ما نجرب وان كإمارنا مفاتيح وحاجر تشرها ومهم وقد ورد تركيا في العلاقات الخارجية مفتاح الأول وحويا الدول المحيطة بتركيا دولتها تركيا كوميرسن وأبدا تركي أصل كوي يوري ومهم بوتهم الله بوحى مهم وقد دولتها خارجك وقدر ومارتك رقاقيو يعمان وكذا غاقدونه ومهم دولتها خارجك وحنامي كسر العلاقاتك مشاكل زيرو سعودي يوليه شيء إمارات يوليه شيء وحو الرباء إنه دقالها أي سرو قادان إسا قونا ودقالوك سرو قادو إسا سو جيدان فعلا وانا كرسوني دي سو أيتاي بقولك بقلسي أول تولي لهين ومهم وحاكروه مهمة ميد الترانيقة أهمية سينا ليبيا وحو أهمية سينا ليبيا وحويا حدود دي سو قرسية ليبيا نكون عيال مقصلو حدود التركي وحو قرسية ليبيا إنت أصعيد وحو لصادر أنا وصادر كي غريغه كعديسي مصر بك عديسي اسرائيل بك عديسي مصر بوتك وكيل هذا صدرك
أتوقع لازم الناس بس وجهه في قول انتظار بيجروا صوتوا وحضور سما يسوا مركا هالكم بقى أنا كنت أنا كورنا يا أنا هي خرائط كي بريجي ورا لقى حكومي أنا كأنا يواكب حدود مثلا موجودة أنا كنت هاي لكن صوت دقاق سيسي أضو حتى وارن صوت دقاق أكف فكرة بي ولا قاعد قاتي بدين هذي لقى قاتم حنا خلاص لا تكون شيء مركا إذا كان صار وفكرها مركا ليبيا مهم بوته مفتاح ليبيا ليبيا وكيك الجوجي وحا مهم وأفر السودان يا مصر السودان يا سوماليا وحويا المحويم قد قال كأذ وصعدا وصول بك عليه نك الله يراه ذو حميدتي وعوقي هاي أردوغان مركو جوليستو إن إيمان دونان دياردي بلا بيرات كاي كراي دونان حميدتي وعوقي هاي بقولك وبقول بقول هاي وكسي قرسينا قال كم ساكي يشري أدب وكل هذا مركا أريد هالسنة وعوقي سوماليا أنا استراتيجية وين بيجوتها ومهم بأوتاي ذلك تركيا ومفتاح مهمة لقالان دينهان سياساتهان إيه جيبوتو قدر وحايا لي ماشو السعودان وحويان وإتوبيا يكينيا باريق أفريقا وصعويان لكن مفتاحو البيوكو قالي وأنك ويا سماريا أوكي ماشا شان هذي استراتيجي مهم كوا مركو الدون وصعو إعجي وامحي وكونفورت مريكا كويان أورت مريكا كويان مركا انت أصغر نسوا استراتيجي لشاقينا يا وحو كل حجرة استراتيجية دي روشكا يا شينا كفرت مريكا وكلا فوق هين السيف وحي مهم ويهين واحد جيرا دادك اللي راحضو دادك ديدر وحلو يقانو هاي مندا إلا هايستو مكسيكيو دكتها يوحكا نعيو محاولا دا برازيليو داد واحد جيرا ديمقراطيو سيسو كلا وحلو يقانا مريكا لبيك ويقانا المجانين المجانين المحكمة والوارد يا الله يقانا دادك هابو لشقينا يا حضور يانو راحضو أوكي وسويدر سيرنا خبرنا هي تجارب تيجي وسويدر سيرنا مركا أهمية تاسي ومهم وحنا كوجر النظريات دي محبوباني سانغابور وأنا أشوف واحد مركا وكا استراتيجية وحنا قدوة تا مدينة ونقص عندنا مدينة وحنا تريدونا هتانسي طبعا وتكجوا أبتي سواش أنا كويدينا قيبة كمدة لكن ستانسي لحقل لما دام أد مهمة أطعي محا أن كفى إيدي كرنا دور الشضان حتى صعدت أنك حتى نصوم علينا حتى نسي سي سي مثلا نسيف نسيف لقينا ما دام نقول هذا إنه سواش وحبضان ما كفاية سلهيت لكن مالتها أي سير دباعته هي ساري دونا أدرس كلاه لكن ما أنت واحد شيء دونا صدق على مود دجال قرط سياسة دوا دجال شيخ دليلين خذها مني بدون تردد سك خاله السياسة حرب دجال ويان سياسة دوا دجال صح لكن هو بلا مقاطو خصم معي انه بلا مقاطو فكره لو دغالما وحلا لو دغالما راي وحلا لو دغالما هوبك لو يقانو هوبك جليسن الحروب تل وحلا استعمال ادوات ناعمه وحفظ على استعمالها صل لما استعمال الحوق لما استعمالها باور حوق اما باور كدغن بكا تابا كبرنا تصالي وحا كبرنا ان الصومالي دو جوجيسو دغالكا هوبكا أي كشط دجال كفكرك. إنا هلا فكر ليبرالا ديمقراطية معنا ما لو في إسلامي أنا أقول بعنو حاجة كذا كتير دجح يا قرية بحيو. الله يذهب برا ما كلا قالوا. هي كمارك هرير كيجي. وإنا ترى أو كي متلي وارك يا فكر كيجا. ماشان سأقول فكري واقع. نكاب يجوا ماش نكى وان كاري. مركا هرير سنقاني مبدأ هنقطة. مبدأ هنقطة. وكيف يصير نامركا؟ أنا طلب هذا كيف يصير إنه حويان مسلمين ثم تبقى كران ديمقراطية دم أبو بسلان أبن أكو ما بس كمان قارك هون مش علوا يا لا أدب علوا لا إما كده جيسو يا جرجاري دولة تركيا خاصة أردوغان ده كده بده يمسوه هلا بقولك شنو قطن يا أوروبا جرمان كيف فرنسا جرمان كيف فرنسا ودولة هم وضعها ونعب أردوغان لكن شعب كده جينا تركيا ده يلي جرام بقولك شنو قطن سجل جرام أردوغان سببته ما هي سببته واحد من ذلك اللي بده جوعي أقوم بيلين واحد جرني ودن كوجي يكرو قاضي أنا كنا ذلك اللي بده جوعي واحد وفكر عليهم بعض الناس يجي جداهم عمر الحياة من مرتنا بقدرن مطلع بقدرن بركة أوكي سيدابا مركا قلنا قلنا ذات بسيل أوقف بسيل ضاضوني وندودوري ضاضوني كيسة كويكا أنا مركا قال كنت قاسي ما كوا هيدا كذا بيعلد موت ما كوا هذا كذا ما كوا هذا كذا جوجي من جوجي وقرنيا وهاي هذا تجيسه وهاي هذا شنبرو مركي كعاني الدوليان ويكلا بحان هاو كلا بحان طلطل بو كلا بحان هاو ده ديك شنبرو وطلطل شنبرو اسقل مصر عدان شنبرو وكلا مقع بيلي شنبرو قبائل بيلي
ariga iyo xoolo markay geel iyo loodu ka baxaan xirada way kala meermaan geel iyo geel raa loodu loodu raa adan bini aadan ku haday reera ku kala meermaan waa xaywaan hadan anigu doon doono oo kiila qabiilka haa oo hee waa karo sheekh xal ma dhacay hareerkeen waalidu adan ro tii nooc min geel baan dhahay jirki bini aadan ku ma leena inuu kala anaam عيب ويا مرق أنا واحد ربعنا فكر قف كلوا ولا ولذلك واحد كهلا كلمة ويا هذا منك مرة تيب أبوان كير يرجع سامحها هدراوي مينك كلا دنتمها كاري كاري حنا ذاني جوا واحد إلى 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 ولا لا نيك أي فكر نمدهسه مش دورك إيه ما دور نيك مصر جوجي أنا سكو فكر ناي أم ب مرق قارك دوكي ما سكو فكر نقولنا مرق قارك دوكي سنجر مرق قارك ما سكو فكر نقولنا نين مسلمنا خلاص حسن كيا لانكو لكن كني ال الروحة وحبني يجوز كردي طاهون يجوز برني طاه يا عيب يا عيب يا علاء وأنا وحكة فادي سنو أنا صدق هذا قدام بس إن كيف فادي سنو أحيان ضد بدن أودادات الديمقراطية وين حان حال كلا لما هيان الديمقراطية ده نهين حكون شورا جرت كين ده شورا طبقة حاسم إن ما تسير سير كرسي وغير ابن هبل هبل لوجينا قارح سوبن ده يا كل جارون أو قارنو سود ولا هو قاري هاي هذون الله ينعم ولو جلد ظهرك ولو أخذ مالك ولو زنا بنتك ولو زنا زوجتك هاي إسكابو سونو إله بري بس روح ديننا ماهر مرة ماها والله صورها في وقتها هذا جلد ظهرك سوي سوي قراعي ما أدوم بنهاي صوح ولا جو قاضني حير بيجي علني أنا جو حرب أي كان سيستم أنقفنا كوا هذا قفكم ما ضحينا عن دورن كرو وحن ديمقراطية ده هنو إلامك الله يمجدك لكن ديمقراطية دين ما هذه dimaradadu waa wasiiro dadku kala haraan imiga ninkan la yiraahdo Erdogan gaayadeed ayuu ku gaaray Erdogan wuxuu ku soo gabagabeeyay doorashadiisi ayaa soo fiigu tukaday keekrana khamri buu soo yaqtay u daansay labadaba adduun ka tartanka wax jira waa dagaalka shaqay marka aniga fikirkayga diiniga ah waxaan ku gaaray dimuqraadiyad dadkan ma qasbayo haddii dadku isku diidaana wadu ma qasbayo kulay la ikraa fi diin هذا قضية وقلادنا أهلا وسهلا وحكومة وحاسة كيف ديسينا جمال قوات ديمقراطية ده وقروح ده يعني ما كان داوني التلفزيون كا قروح عن داوني لكن ما كان السودان داوني وقوي السودان لابد إن عينا كا ويسخير يا شو كي لنا يا أفغانستان فلسطين ديار هذا الوقراعي ما كان الصومالي أن إيه وحويان حرب عبثي واحد ديسينا مدحوينا بيح بحالي وحالي مدحوين الدني وحالي وزير حمزة هذا الكوكب عند ديسينا ما عدنا إلى هذا كلا راع وهو كلا راع مجرم فكر فكر ما يبينين وح يبينين بس سردينين حما صدح حما صدح صدح دوا كم حارب أنا وح ككانو كبسلانو وأنا جو عقلي عن قد جيست هذا وح تاني محيك رسول أنا لا أريد من أنت أريد ماذا تحمل وحتى إلهي بكاتك ولكن مسلم تاي خلاص ما تبح حمبار ما تبح حمبار سنتاي هالكاس إنا كانوا يعني كواب بسيل ونضج dina kala marka aad eegto dadka ugu door ugu eegista badan ee ugu fiirsanay ugu taageerista badan Erdogan waa culumada Soomaalida hadana aadan culumada Soomaalida ee taageeraan Erdogan iyo qaabkiisa wixiisa waxaad moodaa iyaga laftirkooda wax ay umada u soo kordhinayaan oo cad u hayaan inaysan jirin inay diin u sheegan ma ogeyn mustaqbalkooda iyo waxooda saafiicnaan lahayd in ay ugu nadeeydaan dhinacaas iyo Erdogan iyo qaabkan ay taageersan yihiin boqolkiiba boqol ay saas ku yihiin umadoodana ay ugu soo kordhin karaan wax laga dhaxlay bari dansanaantan si looga baxo waxaan joogay usbuucii dhawayto Ohio Columbus ee dhalinyaro culimo ah iyo fakirina la fadhiistay waan naqashayne markaan ka soo hoydo oo qolka imiday waxaan qoray maqaal ma aan faafin wali مقال كأنا برنامج كسمينا عن جهاز هذا وحان قريب لماذا نجح الدعاة في تركيا وفشلوا في العالم العربي سؤال شنكو يديني أطيب يديني ما حي حقا نقول نجحين ما حي حقا نقول فشل بين ومسألة عميقة جدا أو تركيا وأي كدوين أنك صمالي هذا النهي يا عرب صمال أنك وحان هاي سنة مشاريع الهدم ثم البناء حلو بحيم مشاريع وحدوميسة كدبنا واحد استعب waxaan aaminay inaan suufiyada dumino oo salafiyada dhisno inaan salafiyada dumino oo ikhwaan dhisno inaan ikhwaan dumino oo salafiyada dhisno kullu waahid minna yahdimu ma inda al-akhar laakiin turkidu waxay sameeyeen waxaado at-takhaffuf min abaay taariikh oo ajeeb
taariikhda wixii na soo maray aan khafiifino culayskeygii aan iska khafiifino waa kow labo alistimraariya waxay suufiyadu hayeen hasii wadno waxa xun ay leeyihiin ha ka saarno saddex aan ku faanno taariikhda mustaqbalkana aan eegno afar wadaadku ha noqdo hogaamin diineed inuu noqon hogaamin siyaasadeed taas waa muhiima dadka inuu ma yaqaanaan wadaadka wadaadka ah diinta iyo siyaasadda lama kala saarayo laakiin waxaa laga leeyahay takhasus baa jira wadiifi ah adigu hogaami ummadda ruuxiyan fikriyan laakiin siyaasadda dhalinyarada u daa maxaan shaqadaadii maaha xasan turaabi isku wada qaatay wuxuu dhanba waad fahantay soomaa laakiin waxaa laga rabaa inaa hagada ma fadhiisatid halka horena ay fadhiistaan dhalinyaradu mufakiriintu adigu tarbiyadee waxtus cilmigaaga dooqiin noqo dooqiin dooqiin kursi ma doonayo putin buu tababaray eeg waa fikir waxaa bay sameeya ragani xarakaadka suufiga hoosta fadhiyaay yaa maxay sameynayaan markii doorashada ka dhacaysay qur-aan bay akhriyeen sajiidii fadhiyeen dikriyeen ilaahu ardu qasar ilaahu ardu qasar oo ducayniyeen shaqadooda hayaa daakiriin majaalis daakiriin baa nada marka wax badan oo annagu aan duuminaa jiraa oo la daayay laakiin la tatwiiriyey yaa hatita xarakad dhan oo suleymaaniya dhado oo suufiyada waxaa jirta nuursiya oo suufiyada oo laakiin manhajkooga uuna lahayn sideenoo kale in lahayn talaaxun baa jira heshiis mufakiriinta iyo ka dhexeeya dadka wanaagsan ee saalixiinta ah isixtiraam isixtiraam waxaas oo dhan mar aad uhadlimarbakaaa insha allah daawadayaal barnaamijkeena maanta halkaas ayaynu kusoo gabagabayneynaa inta aad daawateen iyo sida uga faa'iidaysateen waa ku mahadsantihiin anigoo maxamed dulyadeena iyo sheekheena sheekh cabdiraxmaan bashiir iyo isma muuse oo barnaamijka inoo soo gudbinaya dhinaca farsamada ayaa idinla soo gudbinaya idinla soo socodinaya meesha nagala socotaan waa somali t v iyo magaalada minneapolis inta mar dambe hawada aynu ku kulmayno biidnillah waa annagoo idil oo idinkaga tegayna sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wa barakaatu alaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh